ولا ينقص المعيار تزوده بمعيار و... ما عندك باقي دقيقتين. سلام عليكم. في سائل تحط اذا كل ما مشيت كيلوات معينه معاك في السياره؟ شيء انا في مسابقه، شيء نعبي فيه السياره ثقيل يكون اذا فتحنا الكبوت عند البنشين. ايوه عندك؟ لا لا. تسلم. محمد شوف السيارات القديمه. السلام عليكم. معك سائل تحطه كل ما مشيت 5000 او 8000 كيلو تحطه في الماكينه. يا سلام عليك يا عبودي. يا سلام. انا في مسابقه ابغى شيء نفتح الكبوت نعبيه ثقيل، ما اقدر اقول اسمه طبعا، نعبيه اذا فتحنا كبوت البنشر يعبي لنا اياه. اي بس ما اقدر. عندك لو شوي. اي تكفى لو شوي. دقيقه باقي. عطني. يلا يا عبودي هوبا. السلام. لا اطلع كمان يا عبودي. 3 2 1 اطلع يا بابا. الله عليك. الله 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 الله. يلا نط على بابا. 3 2 1 جو. الله يا سلام ايش الحركات هذه، عجيب والله. دقيقة وارجع لك. دقيقة وارجع لك. اوكي. الله ايش شفق ده. لحماية محرك السيارة ينبغي تغيير سائل ثقيل كلما سارت عدد معين من الكيلومترات. مضبوط زيت السيارة. الله عليك انت اللي جبتها قبل. قلت لكم اشرب بعيونه. التحدي بعيونه. 1 2 250 سم طال عمرك. ابدا اشم. اشم محاسبة. اي صح. شمين شمين عشان يجي باور. ها بتكملون وتنسحبون؟ يس يس كملون؟ يس يس. خلي الفلوس معاك ويلا على السؤال اللي بعد.